من ظن أن الأمور كلها مسدودة في وجهه. أعلن عن هذه المسابقة فلم ينجح، رشح لهذا العمل فلم يقبل، طرق هذا الباب سد في وجهه. يعني حينما يبدو لك أن الأمور معثرة، أن الطرق كلها مغلقة، أن الأبواب كلها مسدودة، حينما تظن ذلك هناك علاج لهذه الحالة. الله سبحانه وتعالى ليس ضدك، لا ينفعه أن يكون ضدك. من أنت؟ أنت عبد. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. يعني الله سبحانه وتعالى ليس له معك خصومة حتى يجعل الأمور كلها في وجهك، لا، إنها معالجة، إنها معالجة لتقصير أو انحراف أو معصية. فمن كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا، لن يرزقه، لن يصلح باله، لن يريحه من المصائب، مصيبة تلو مصيبة، مشكلة تلو مشكلة، ورطة تلو ورطة، ما هذه الحياة؟ يقول في ساعة اليأس أريد الموت. لا، الله غني، الله كريم. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ليعمل عملا صالحا. سبب، يعني ليفعل سببا يستدعي رضوان الله عز وجل، ليعمل عملا صالحا يستلزم أن يرضى الله عنك، ليمدد بسبب إلى السماء. يخدم إنسان، يتصدق، يبر والده، يترفق بجيرانه، يدل إنسان ضال، يكرم إنسان معذب، يعاون إنسان مريض، يميت الأذى عن الطريق، يدفع من ماله الذي كسبه في حلال ليمدد بسبب إلى السماء. إذا الإنسان ضاقت به الدنيا، الأمور معسرة، الدخل قليل، الأمراض كثيرة، الهموم بعضها فوق بعض، كما قال الشاعر: رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. إذا اصطلحت على الإنسان الهموم، أحاطت به المصائب من كل جانب، الأبواب كلها مغلقة، الطرق كلها مسدودة، مصيبة تلو مصيبة، مشكلة تلو مشكلة، في ماله وفي صحته وفي أهله وفي أولاده ومع من هم أعلى منه ومع من هم أدنى منه، كل يوم مشكلة، ما هذه الحياة يا رب؟ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. صدق النبي عليه الصلاة والسلام يقول: استمطر الرزق بالصدقة. صدق، خدوم إنسان، كفى اليتيم، بر والديك، تصدق، عاون إنسان ضعيف، اعمل عمل، اتقرب إلى الله، ابحث عن سبب يرضى الله عنك به، ثم ليقطع، يعني ليقطع دابر الشيطان، ليتوقف عن كل معصية، عن كل مخالفة، هذه لا تجوز، دعها. إذا الإنسان كان يائسا من نصر الله عز وجل، يائسا من أن يرزقه الله عز وجل، عليه أن يفعل عملا صالحا مبنيا على استقامة تامة، ثم لينظر كيف أن هذا التدبير يذهب ما في قلبه من الغيظ ومن الحقد ومن الشعور بالحرمان. هذا معنى ثالث. القرآن كما قال الإمام علي كرم الله وجهه حمال أوجه، والقرآن ذو وجوه،
لك أن تأخذ بالمعنى الأول، من لوازم الإيمان أن ترجو الله عز وجل وأن تضع في الله كل ثقتك، فإن لم تكن كذلك فلست مؤمنا ولا قيمة لحياتك. وإذا حقدت على أهل الإيمان، إذا رفعهم الله عز وجل، فحقدك عليهم لن يغير من معاملة الله لهم. والمعنى الثالث، إذا ضاقت بك الدنيا أو ألمت بك الخطوب وجاء الشيطان وقال لك إن الله يريد أن يعذبك، هكذا، إنه خلقك ليعذبك، إنه سوف يحرمك كل شيء، انظر هو مع الكفار يعطيهم القوة والمال والصحة وأنت يحرمك. يأتي الشيطان ويقول هذا، من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. إخوة كرام كثر حدثوني حينما ضاقت بهم الدنيا تصدقوا، فكانت هذه الصدقة مفتاحا لرزقهم، يعني افعل عملا صالحا يرضى الله به عنك، لكن هذا العمل الصالح لا قيمة له إذا رافقته معصية. ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. اعمل عملا صالحا مبنيا على استقامة تامة، وبعدها لا بد من أن ترى أن الله يغير الأحوال. إذا أعطى أدهش. الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وعد قطعي. فإذا أنت طبقت أمر الله عز وجل لا بد من أن تقطف ثمار وعد الله. فهذه الآية تنفي كل أنواع اليأس، كل أنواع القنوط، كل أنواع الضجر، كل أنواع الحرمان، كل أنواع السوداوية، كل أنواع التشاؤم. هذه الآية تبث التفاؤل، حتى أن الإنسان لو كان مريضا وقد أكد له الأطباء أن مرضه لا شفاء له، مرض عضال، والله الذي لا إله إلا هو، لو أنه أخلص لله عز وجل ودعاه وعمل عملا صالحا يسترضي الله به، إنه لا بد من أن يشفيه الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفين، لا حدود لقدرته. الأطباء حينما يرون حالة مستعصية تشفى تلقائيا وذاتيا يقولون هذا درسناه في الجامعة، هو الشفاء الذاتي، يعني حينما تتدخل يد الله مباشرة لتزيل هذا المرض، هذا هو الشفاء الذاتي. فالإنسان لا يقنط من شفاء ولا من رزق ولا من صحة ولا من إصلاح زوجة. أيام إنسان يقول لك هذه الزوجة لا سبيل إلى إصلاحها، ومن يدريك، ربما بين ليلة أو ضحاها تصبح إنسانة أخرى، من أدراك أنها لا تصلح. ليس هناك يأس في الإسلام، ليس هناك تشاؤم. لا تقل لن يكون هذا، ما عند الله ليس كما تظن، ما عند الله خير.